بيسن إسماعيل تضع الملح لخطيبها في القهوة. سعيد المزيد من التفاصيل. نشرت بيسن إسماعيل ريل جديد من حفلة خطوبتها من محمود، وقامت بيسن بوضع ملح في القهوة لخطيبها، ومحمود بعد أن شرب القهوة كان رده أنه القهوة كانت كتير طيبة وما فيها ولا شيء، وبهيك فمحمود بيكون نجح في الاختبار. ألف مبروك للعرسان الحلوين، الله يهنيهم يا رب. أيضا محمود قام بنشر ستوري على ريل بيسن إسماعيل تبع القهوة، علق محمود بي بحبك. Drives me insane. Don't lie.